إلى سحبي وما ترنمت الورقى على فنن وما تمايلت الأغصان في الكثب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بسم الله بسم الله 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 تحققت بعجزي
بحب النبي بحب النبي بحب النبي محمد صلى وسلم يحيي فؤادي يحيي فؤادي يحيي فؤادي وتكمل في مذائحه صفاتي بحب النبي بحب النبي يا عيني يا أبناء فاطمة سادتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساداتنا القرب من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب يا حبيبي ساداتنا الغر من أبناء فاطمة يا عيني ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من مثلكم برسول الله ينتسب ليت الملوك لها فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل يا جليل
يا جليل يا جليل سوى نظر الجليل وذا مناهم وهذا 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 مقصد القوم الكرام سوى نظر الجليل مقصد القوم الكرام أنا لها 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 أنا لها من فضلها أحمد أنا قالها أنا لها أنا يا رب من غير أحمد قالها هو أحمد هو محمد هو في الكيا أمتي سيد هو أحمد هو محمد هو في القيامة سيد قالها صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي minta tolong mohon maaf untuk tidak bersalaman أسلت فيني من عدي كن فيكن يا غرامي
الرسول الرشادي من جانا حق النبي وذيس المصير سوع الرشادي صلاة السلام pada duduk Oh,
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحبوبين في الأرض والسماوات وسطر لنا في مجمعنا هذا تعود به العوارض في صلاح البلاد والعباد في المنطقة الوسطى وفي المنطقة كلها والمنشية كلها والأمة المحمدية كلها يصلح الله شأنهم شيء بتوبة بنيانهم ليس البلايا ولا دايا والرزايا ولا فات عنهم ظاهر وباطنا يا خير مدعو ويا أكرم مرجو لا إله إلا أنت آمنا به وأمرت أن تدعى وأعطنا إجابة ودعوناك أن تبلغنا هذه المهامل والمطامع فوق مما عند أهله وتصلح القلوب والقوالب والقوائم والبواطن وتأخذ بيد محافظ هذه البلد إلى كل ما تحب وإلى كل ما ترضى وإلى كل ما فيه الخير والمنفعة والصلاح للقريب والبعيد ونسألك أن تسعدنا مع كل سعيد وأن تثبتنا وتعلنا من حضرتك المجيد وتأتم لنا بأثم الحسنى وأن تراضى عنا أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekali mendapatkan syafaat dari beliau baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mewakili masyarakat Kalimantan Tengah, mewakili seluruh masyarakat dari Gondang Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat datang kepada guru mulia kita, abah kita, orang tua kita dari tarim jauh-jauh dari tarim Abah Habib Umar bin Hafiz beserta seluruh rombongan ke bumi Tanjung Bumai, bumi Pancasila karena berkah insyaallah untuk Indonesia. Subhana man jama'akum bi fadlihi. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kalian dengan anugerahnya. Walamma ishamilakum bitawli. Dan memberikan kepada kalian dengan karunia-Nya. Wa tafaddala alaikum bi khatami rusuli. Dan Allah memuliakan kalian dengan diutusnya kepada kalian penutup sekalian nabi dan rasul. Wa anzala alaikum. Selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Sa'adatu kulli ahadin min khalqih min ahli ardihi wa samaihi بقدر معرفته بعظمة هذه الإله وتذلله لعظمته. كجayaan dan kebahagiaan dan keselamatan seluruh makhluk ditergantung sejauh mana. آتيه يوم القيامة فردا. Dan semuanya akan datang menghadap kepada Allah sendirian. ثم إنه تعالى يقسمهم سبحانه إلى قسمين. قسم في الجنة وقسم في النار بالنسبة لجميع المكلفين. كمودية الله سبحانه وتعالى.